ahí para que tú la veas. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحصل لي موجات نقدر ولا عندما نقدر نسمعه يظل يدبر وحماته يتعب الحظ يشرف إن المان تعرف نسوي استعجوب وما صار قصة أصلاً قبل جل أنت حسب الأرض الشعب. البدء أنت عند الكور وحمد الله ربنا إن تمانت الموجود بعينه. نيدنا القوة قبلنا بدكي الوراها أها بشي الوري يوحي كتن بيبلي بكم داري صومالي قال حمد قال من بدشو إلهي الحريس دي جانا حكوا عبير سمد إيمان الله كسي إهل إنت إيوالد إنت نحامل كالوالد اللي من أبوتي وحياها يندبت أصعد أنا رشود عدين والدين عروض أرنتي لو تعبت لمانتينا وحن الله يكبر لنا انتي لما تعين الله يتنبي كورا بيض ناو عن الله يكبر بيض إهل كأي والدين تأي دمان ستبقى السيقى على السيقى وطاق حمد بسم الله السمع كور سيئي ما سمع بس سمع إيما كور سيئي انت كذب حلقا مارمان هم كأي نقطة علمها أميلة من قفة لهم دامية المسؤولية الدودية مدقى على السعر سيدي مخلوق قبلها لو هرتب لها لو بتعالي لها عدوا من الحالة وياشا ايطا بمضي صومالية الميرو بقولها تاكل يوم مطالب شعب كل يوم مطالب ولد كل يوم مطالب لكن وقت جلد الوجود الإسلام مركستر وحيتا إلا استعشدوا ولا إسلا شغير عدة مسؤولية دا المركز المسؤولية دا الإيقارات حنوه مجاري قبوه مجاري لكن صومالي انت قمعك ما حن عليه يدو ان انسليبي لكن عدر المسلمين بلالها شعبك وحكاقت سنية وقباقية انتي كانت قد إليه أداء أمني غشقيا مدام لقوضة قصبيها أمني إن لأين لا يستعشر سيدو كريم هي أداء الدولدة أيور محمد سلوية كسارا إن شعبك إيكا شدان صومالي وحي ترى هذا قفك كورس كمير أي أن يستعجي ومعنى هذا الوقت هاي دولة دو مركي شعبك أسكته ويستدى وأسكته ويوضى شغين سحكة ضربته ويعني عدالة يدى أكتر بالتالو أي وحكا بطو حقيقة ولقيه اللي يوضى شغين شعبك سيدا درتي أنا وشعبك مرة لغادي مسلحة بتاعد سنة لإن أي في أدها أمني غلشة قيام في أدها أمني غلا إن أي سيدة ميستران وكاشرة شعبك إنت كذب أمرنا أصول الله تعالى أنت عن حرق اللي أنت حرمت حسب داود الشعب فرحدوا إلى إيتها ما أنتنا نهرتي بسوء استعبوا مراسوة أنك هذا وهرين ما أنت فرينت أنه ما نحرق هي دونا لكن هو محاس به دونا لما دهان قفأهان يقعنا هم سادرتي وحرمين سكوبا إلى اللغة داود عرقتنا وجلتنا إيه هندرة الحسبة قوية الشعب والله اللي يرسل هذا ابن هاي صومالي وحسون جرت المدرات بير ونسي جرت المتعيب إيه كيس وقت كاس يسون جرت الصومالي آت كأفق وحيكون جرت الجيل بجيل كتن بي إنو قريس قبيل كاس لسكس في ديبو سي الله برماليو الله بورو سي قد السويال كفع عن بير الصومالي متهد الرجل والمسقرني صومالي وحكا حنا قاعدة حنان دولدين قرنا بدا كنجل دا عسلي قاعدة لكن دبضا ما صومالي دو عقابان إن هم لذي اللي قبها عن السيد طب السرين لو دولد يعني سيدا درتي وحسمي دين بضا محين أقباها نحن من البضا وقلت عبنا قرن ودا جرى وقال لذي قبي إكسالي وقفر من المدور إكسالي سيدا عمو قرن صومالي أدبتي ويقود داشن قف بدلا كوخ قف بدشا لكن الصومالي وحي أوبا أنت عين عرفت عصف وتترجم جميع صباحة شعبك هي باهية بودة هان درك الصومالية هي بوغان مفن أوبوت فأنت عيني بلوكينا سيدو كلاي
مركز وصل مقر مقومات أهان سلاح دلو أما قف أهان سلاح دلو وحانوتي حسب أود الشعب ومروا بأهن سيهي إلا يمهيم تحي إنا وحكب الدلاح فكه كلمانتين من الأغانيين إن البضي فعل تنكعه فعل سكعي وأن كوب الدلو فعل وحلا أبصر أنا كيه قلت ما ملكوه للنمو يمعامل الشعب الحديث تاوح يقول ما انكرتا إن يتصارع المبطنين كسروك ورين إن أردت لدي ولا شاه سياسة فكرك يوحي لها المعرض أي مرنا من أدوه بستاقين قلت القدوة ما تلك ولا شعيرين وحين قوب بير يساقين كالأسراء الرسول إن يقول للعلام خوش مرتالو أيوة مرنا من قسرين قفك أعبت الدول كأعبت الدول أما قفك سياسة الدول لكن هدف كان يقول هاي إن صوماليا وحر مريو سوى الجنة وحر مريو حزب أول الشعب كان يملوني كأول سنة هذه أن سيكوا ومشاركة وحكمة كو إلى أن تنتبتاك إما ذا بنانا قارن الصومالية لابو نبقي حسن المصوطة بالدى دل كينا يدى أولو مريا سياسة كل سن وضشقين قارن بو يعرامي سدعي وهر سيدي دل كينا بلشوك سياسة يمتعال فرن وصلبي ويهد دلقات لابد قولنا راشيو يوضيه وحوض قبس قرن يمين عرب أفر ومكي الدولة دولة كل سنة يدو مدح برنان ده فران يوم لبيها يسقين تشاركة شم لسيد ده هنان أليك بلشوف ومواضنين تنها قطرته باهيدة أليك باهيدة أساسية ليه حوجين تأيي صاروا قادر دور كرويك صومالي دي كل يهين سياسة ده يهو مرحب بشارك أفر على تضبط على نقطة تدور هيرجنت السياسة الأخرى معنا هي فرصة وحبرشوا حلفة شقاء أمورك كذا يرى الصوماليين يلبحث هو أيها قرنين أنت كذي حسب الأول الشعب هم الذي سوى هيرجنت أردت ذا أسب سأل وحوجا بدلهم وعي الواقع لقرن كان ما أنتوا سوينيه بقر سلنا وفر رجيل بسوفريا سير ومن نقطة لولا كأسد وعالمك ونهر مريان بقر أنت كذي، وحصل على بدن أي كتاع أنت هاي، مركز لقى رحيل كان جوك السياسة، تانا وواحد سك عادي أو طبيعي، إن برشة يسوى سهل، برشة يسوى جهده، حالا بقول له رحيل كان جوك السياسة، جرهان مركز أي سن، هي أداه الدولة سيدا فرن كسرن وقبل، حصير شيء ومهم إن برشة هو جانا ودفعن سنة، إن دولة نبوده تاعي اسمه بقول سن رشيس برشة. الإسلام يقول لي هاي حيار كان حيان دار لي هاي هرقلت الإسجارسين تهي بلوي كاس وحيو بهاي العربتي يتدام عنكو إلى لنو كنا بربارة لإنتا إلو ما انتهي سنو إسلامار كان عن غريق وصي وادي كارنو سعودا وكان إير إلو توجد له قارس تهالك عن إكسرين حتى بس تهالو هو بيو وحاطمان هو قامياش هرقلت لدوان إعدالك واجب قوة إن الدوران الشيس كبشرة إسلامي عتيم دولة نمدنا كو إيرانيان حين دعم شرعية. هدي أنك هلا علمها هذا تعلم الدور شو يمكن. ما أنتوا حفر مرة إن سومالي هيك هذا سشرع الدور شو ده إن برها شعبك الجمهورية الفدرالية الصومالية لقى أنسحية شرع الدور شو ين وسوي أقل كسرة كذي النام بحيلها وصحيح وصي وشعب الله. وحن سحسوسين إن مانتين مانت هلك عن جوبنا ومرك إن قطيعنا كهذا إن الشرعي دور شوي ودلك اللي هي وارنتي وعمر ونسم بلس شرعي عز دور شوي ودلك اللي هي لجسوا الشقيين حسب جود الشعب وكأم سنة عرفت عن إن أي مهم ترى إن يكون على دورش إن على دور الشرعي موافق سن شعب كعود يشوا خلاص ليس نام حسب يده بدن وقت يدنا يكون على سير بسوق القوة سيدو قلوب المحسبي قلوب الشعب السوجي بنيا إن مرنا بوح شرعية كبحسن أي صندور شؤون وقندر الصومالية صومالي وحاديق بوح شرعية وافقسن ودمانتو اللي قارسين كان هرمك إيهيك سنعيدا وحن مرنا بوح سوجي بنيا وحسبي قلوب الشعب السوجي بنيا أنا بقى هذا يفكر مقع حسبي قلوب الشعب
in maamulka doorashada ay noqoto mid daahfuran u suurtagelisa muwaadinka Soomaaliyeed inuu doorto cidda uu doonayo si meesha uu higsanayo qarankeena uu la higsanayo uu gaaro. Haddii aan si kooban uga hadlo arrinta wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya, wuxuu xisbiga shacabka, xisbiga awoodda shacabka qabaa in mar waliba lagu saleeyo in ahmiyad weyn ay leedahay wadahadalada ka dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Taa waxay sal u tahay, aasaas u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay higsanaysay inay wada gaarto. Sidaa darteed, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baaqaynaa inuu wadahadalada ahmiyad gaar ah la siiyo dadka hawshaasna mar walbana la fahmo in wax walba lagu gaari karo wadahadal oo aan joojoog iyo qasab iyo wax kale lagu gaari karin. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan halkan baaq ugu diro oo aan idhaahdo xisbiga awoodda shacabka uma taagnatan gaar ah, qof gaar ah, xisbi gaar ah, deegaan gaar ah. Xisbiga awoodda shacabka sida magaciisa ka turjumayo wuxuu u taagan yahay shacabka Soomaaliyeed oo kaalin ku leh. Sidaa darteed, taladaada, tusaalayntaada, fikirkaada, aragtidaada waxay noo tahay muhiim. Xisbigan ma ahan xisbi qof gaar u shaqeynayo, deegaan gaar u shaqeynayo, dan gaar u shaqeynayo. Waa xisbi aasaasidiisa uu yahay ummadda u shaqeynayo. Sida aad ka soo aragteen xafiiska xisbiga oo maanta si rasmiya loo furay oo xariga looga jaray oo shaqeyn doona insha Allah wixii maanta ka bilaabdo, waxaa farxad noo ah dadaalkaas uu halkaas soo gaarsiiyey dad fara badan. Daljirka Glojeer iyo Mika Daxsoonba. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof walba oo kaalinta qaatay dal iyo dibadda. Waxaan hubaa lama soo gaarayaan maanta meesha aan gaarnay, nooma suurtagashay maanta waxaan qabsanay. Haddii aysan kaalin weyn ka qaadan lahayn dadka Soomaaliyeed oo runtiina garab istaaga shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadda, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo. Ugu dambeyn aan idhaahdo xisbigan waa xisbiga shacabka Soomaaliyeed, waa xisbiga awoodda shacabka Soomaaliyeed oo la rabo mar walba inuu qof walba kaalintiisa, aragtidiisa iyo fikriisa uu ku biiriyo si dalkan aan u wada gaarsiino meesha aan rabno. Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay qof waliba oo inaga mid ah wuxuu leeyahay kaalin, wadajirkeenana waa wada la yeeli karaa. Aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.